السلام عليكم يا شباب، رجعنا لكم من جديد. معاي لايت فورس وأنا باتمان في دستني 2 ذا ويتش كوين كامباين. فخلنا نبدأ ونتكلم وحنا نلعب. اسم القصة طب... الاسم القصة هي الجزء الثالث ذا جوست. نبدأ؟ اي لانش. يعني ممكن نتكلم عن الأسلحة والشيلد اللي مو راح نواجههم يا بات. خليها لك انت. خليها لي انا. اوكي، طبعا احنا راح نواجه الان نوعين من الشيلد، عندنا فويد وعندنا سولار. انا طبعا حامل سب ماشين سولار، باتمان حامل ايش سب ماشين اوتورفل فويد. اوتورفل فويد، يعني قبل لا نبدأ بس ممكن احنا نوري الشباب هذا السب ماشين بالنسبة للسولار. بالنسبة لبات كامبون هانجر اوتورفل فويد. اوكي let's go. Nearing the high temple you mentioned. Whoa, hey, careful using my name out there. I don't want you to loosen high catching onto our. ما واحد يتكلم عن اسمه. طبعا القوة حقتك او الكلاس لازم يكون void او ناري. كده الشريك طبعا في المرحلة البداية تستطيع انك فقط تنتهي وترجع، بس بعد لحظات بتكون الريفايس بس اثنين مرتين في اجزاء معينة من الكامبين او القصة. طبعا انا من عشاق كول اوف ديوتي، فهذه طبعا تغنين عن كول اوف ديوتي كثير جدا. الان الساحرة طبعا ممكن انا ولايت نلعب كروسبل مثل فيديو نتكلم عن كيف انه افضل من كول اوف ديوتي. طبعا لا يقارن بالكول اوف ديوتي، لكن ان هي اللعبه هذه فيها مميزات تغنيك عن كول اوف ديوتي. طبعا هذه لعبه خياليه، كول اوف ديوتي لعبه واقعيه وفيها خيال، طبعا ليست مرتبطه بالواقع اللي نعيشه من الحروب العالميه، الا كول اوف ديوتي وور وور 1 اور 2. طبعا كول اوف ديوتي تعتبر افضل من باتل فيلد. اذا انتم تحبوا باتل فيلد انا اسف يعني. So Finch, mind telling us what exactly it is we're looking for? طبعا في الكروسبل احنا على ديستني، طبعا طريقة الأسلحة، البيتس اللي تتركب على الأسلحة، الجيرز اللي يتلس راح يختلف، أشياء كثيرة تختلف، لازم تنتبه لأمور معينة كثيرة. طبعا في لعبة من كول اوف ديوتي مميزة جدا اللي هي باتل فيلد 2، هذه من المميزات في اللعبة فعلا، ومنها في البرازيل كانت المرحلة. فاحنا دائما احنا في الفضاء، اتمنى انا ان هذه اللعبة اللي نستطيع نستخدم الطيارة، يعني ليست مجرد في الاوربت. يعني بالرأس طبعا هنا لازم الواحد يتغبى، لان بدينا الان تو ريفايس اونلي. اوكي، هذا عندهم شيلد ما استطيع اشوفه لان خلف الجسر او العمود.
اوكي قام. الان الان فتحت الشيل حق تستطيع تطق عليه لسه قريب يموت. اوكي حصل شيل ثاني. اوه انت مثل هذا لايت بليد. لايت بليد انتبه ترمي علينا الان. اوكي الجوست مسكته. مسكته اوه 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 انتبه. عندنا كم 28 ثانية فيها اعتقد البوس هذا. طبعا هذا المكان يعني ضيقة جدا الواحد يستطيع يتصرف فيه. اوه كمان انا در لايت بليد. اوكي جست ويت ما مش قادر اشوفه فين بالضبط. لحظة استخدم اوكي شفته. يس اهرب. كويس زال الخطر تقريبا. لا ريفرس عاد من جديد بس لسه في خطر. كويس طبعا في هناك شخص ذاك وقاعد يستنانا نقتله. نقدر احنا نتخطاه بس هذا بوي. اوكي مور تريدرز جوست سيرفينج ذا هايف جود ريدز ذي ديزيرف وات ذي جيت. طيب انت ذا لوجيك اي شود بي كراشد تو بيسز تو تريد تيل باك تو ذا هايف ذن يا تنزل هنا اعتقد. بريتي بلايند جادجمنت ذير ماي فريند. ميتينج يو كونفيرمد ا سسبيشن. Siding with the Hive was a choice, and you all made it willingly. But making a choice doesn't always mean you have multiple options, you know? هنا. معي. I am not saying buddying up with the Hive was right, and yeah. هنا شوي ممكن الواحد يغير هنا. But me, I'm just trying to right my wrongs. That's gotta count for something. I guess we'll see. طبعا القفز هنا ليس بالامر السهل يعني. لا اوبس هذا صار ضربت في حجره في صخره في راسي. توك تقول مش سهل بعدها تطيح. اي نعم هذول طبعا هنا هذول فويد كلهم فويد هذول. يس اوف سنايبر قوي هذا. هنا يو هاف تو بي كيرفول. دقي اصبر 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 خلنا بس من بعيد. اوكي
عندنا التانكر الآن. واخر تضرب الواكر وانا حق السبون. هذا مزعجنا هذا. اوكي قريب قريب طبعا نقطة ضعفة هنا طبعا الأرجل. اوه بي كيرفل بي كيرفل. طبعا المقاورة أو المناورة تفيد كثير في الأشياء هذه. لا ما فرق. أو باش. رغم أنك كنت متغبي. طبعا هذه الطاقة اللي عند الورلوك لا تحمي كثير مثل تايتن عنده لان درع يحمي. دان المرحلة الثانية الان. Temple filled with deadly scorn to find Sagira, who was placed there by Savathun. That's about the gist of it, yeah. And this definitely isn't some kind of trap. Now, come on, interrogate me all you want, but I am not hiding anything, I promise. Honesty goes a long way with my guardians. Is that? Ikora Ray, a leader of the Vanguard. I signaled her just in case. Let's call it insurance.
a watchful eye, in case your actions differ from your words. أعتقد أن أحتاج أغير السلاح كون فويد لأن معظم الشيلد الآن كله فويد هنا خصوصا السنايبر لحظة أنا الظاهر lost the way what? lost the way lost the way? yes Where are you? ليش ما اقدر اوصل فوق؟ Where are you? انا هنا تحت بس الدار في مكان لازم اركب عليه بس ما ركب. هنا. هنا هنا. حصلت المكان عين. يفضل نستخدم هنا سكوتريفل فويد راح استخدم سب ماشين جان لان عندنا سنايبر معظمهم هنا السنايبر كلهم فويد ومزعجين جدا اوكي جاهز One sniper almost down. Sniper down. Oh, damn it. Let me change. Step up to change the submachine gun. الواحد يقدر يسوي ريفايس في أي وقت بس لازم ينتبه. مزعجين جدا الفويد اوكي أنا مت واحد من الأورب فقط باقي الثاني متغبي في الخلف هذا انا قاعد احارب الان مشكلة مش معي اسلحة كافية يا اوكي بام اي بام اوكي okay.
ايش في هنا ستيل لا زال موجود ده اي موجود not for long دان خلاص that's the last of it let's head down اوه سقطة قوية سقطة قوية الان الموت المحتم هنا اوه نبدأ واحد من هنا بات هنا للجهة اول شيء انتبه للي يفجروا مزعجين جدا اللي يفجروا هذولا اوه واجد منهم داخل ايه اوكي اتوقع بقى واحد منهم اوه وين هذا وين يا شيخ المكان ظلمة ما تشوف شيء ما تشوف وين تمشي انت اصلا وين هذا صاحبنا داو هذا مو بوي لا الحين نحتاج نغير الى سولار انا راح كلهم لا لا مش كلهم هذا بالنسبه لهذول الان سولار هذا سنيكي مره يا سنيكي سنيكي خضعنا عليه اوه اوه دامج مين طلعوا علينا هذولا قتلتهم يعني انا عشان نطلع حنا الخروج من وين متاهات مسوين لنا هنا 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 بات عند الجهة اسمع صوت ايوه نروح ال البوابة هذه اللي هنا من جهتي وينك؟ انا وراك وينك وراي؟ ما اشوف ايه اوكي خلص هذا تبي اللي يتفجر حاول تكون في الهواء والله ما تدري لا هذول هنا مش اللي يتفجروا الان عندنا زومبيز هذول اللي عندهم لا يسموه هذا حق رمضان حق رمضان قناديل وين مش شايف النايت وانا هنا واحد من دول معادني شوي قضيت عليهم لسه ستيل ما زلت خلاص دام وين طريق الخروج الحين بوابة واحدة البوابة من هنا من هنا من هنا باك هذه الوحيدة الوحيدة اوه هاي انهم مجمعين كلهم اوه هنا فويد فويد فويد
بين كلهم فويد هذول انا كلهم فويد اوكي في شيء بعد في لسه بقى ريس نايت بالراحة دقيقة بس خلنا وين هو هذا هذا المراوغ اوكي الحين الباص ورا لسه ايه لسه لان نحتاج ان او ندمر الكريستاله استفع لان ننزل لتحت الان كده من السقطة اقول لك انت من السقطة اوكي anyway انتبه هنا لا تطيح لان هنا شوي بعد شغلة تركي هنا دقيقة خلنا نشوف الطريق بس اوكي ريفيل هنا Then we don't yet know what we're dealing with here. For now, keep focused on the task at hand, Guardian. Oh boy, I think I'm falling. By mistake. Oh, falling? I'm gonna find my way. Don't worry. هنا المشكلة الظلام هنا مشكلة كبيرة هنا يعني تحتاج الواحد يمشي بحذر يعني. Wait, don't reveal yet. Okay. I think this way. هذا بس احنا قاعدين نلاحقه من بير لبير نعم ريدي ريدي يو شود بي سترونجر ذان مي يو هير جارديان Heal down. Fire coming. Fire. Heal down. Fire. He died. Almost. Okay. Died. Ready? Coming fast.
coming. He's alone. He's coming to me. Okay, he's a new one. Okay, which room you want to go? Jihati. Okay. I'm behind you. Come on, come on, come on. Okay. Go to right. I'm behind you. Oh no, left, 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 left. Don't go right. Okay, I see him. Heal down. In the face, in the face. What? Heal down. Oh, damn it. Crystal down. Almost. Okay, wait. Lift again. I'm behind you. I think this guy is his shield is on fire. Solar. Come on. You hit him. Okay. Okay, damage phase. Wait. Okay. He's safe, okay. I'm done here. Where he? How did he go? Somewhere. I see his fire, but I didn't see him. I hear him, but where is it? Oh, so behind me! Damn it! Oh no! Don't waste your heavy ammo. Come on. Okay. He's hiding. I don't know where. In the room. No, I don't think so. Yeah. Just yes, I think he's there. Yeah. Yes, I saw him. He's behind you. Okay, it's me and I am inside the room now. I'm not. Come in. Come on, take Kida. Okay. Just wait. Wait. Let's make sure our direction. I'm behind you. Go right. Oh, damn it. Lift. Yeah. I'm in lift. Lift. Oh boy, I'm damaged. Wait, oh no. Oh no, what are you doing? Come on.
Just okay, wait. Just wait, wait, wait. Okay. We need our powers to store. Everything to store. Just wait. Okay. Be careful. Wait, 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 wait. No. Go. Right, 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 right. I'm behind you, behind you. Left. Behind you, behind you. I see you. They're here. Still down. Almost, almost, almost. Done. Just wait, wait, wait. Don't. Don't hit it. Wait. Let's wait. Our power. Okay. Okay, just stay. Don't go there. Don't go there. He's coming. Okay. Go now. I cannot see him. He's over there. Fire. Oh, one more. That's it. Woo. That was no barrel. It felt just as powerful. He's the ghost. It wasn't easy, even we're professional now. No, just need to good strategy. You have good strategy, you can do it. Okay, gamers, I think in this place, as we say, يعني تحتاج انك ثلاث اشخاص. تحتاج يا انك تكون اثنين تايتن واحد وورلوك او وورلوك تايتن هانتر او انكم تحصلوا ثلاثة تايتنز سير باور فور اكثر صح؟ ديبنس اوكي بس الويبنز لازم يكونوا مختلفين حسب الشيلد طبعا الراكت لانشر لازم يكون اللي هو اسمه هذا جالري جالهون ممكن استخدام even this linear fusion it's nice وتستخدم storm chaser is good point weapon or torrefel or not shotgun okay لازم يكون قبل ما هذا الاوتورفل لازم يكون void لا تستخدم اي حاجه انها تحتاج ايمو كثير يمكن فقط الراكت لانشر الويبنز الثانيه اذا بتستخدم فيها الايمو الثانيه لازم تكون انت متمرس في الويبن نفسه ولازم يكون المودز مناسب عشان تحصل اللي هم ايش هذول اللي يسمون نسيت اسمه تون قايلهم اللي هم الذخيره الايمو الايموس ايوه فالمودز مهم جدا يعني في السلاح وفي الجارديان نفسه